للمزيد معنا من واشنطن مراسلنا جو تابت. جو مرحبا بك معنا. إذن واشنطن تعزز دفاعاتها الصاروخية على ما يبدو في جزيرة سقطرى، هل من تفاصيل حول هذه المعلومات؟ سامي، هذا كله يحصل في إطار مواجهة التحالف الدولي الذي تم تشكيله قبل فترة ضد جماعة الحوثي في اليمن. كما تعلم بأن الصواريخ التي تم إطلاقها أخيرا من قبل الحوثيين وصلت إلى مسافات بعيدة. إضافة إلى ذلك فإن ثمت بعض الضوابط التي وضعتها السعودية والولايات المتحدة تتفهم المقاربة السعودية للصراع الدائر بين التحالف الغربي والحوثيين، ولذلك كما قال لي المسؤول الدفاعي الأمريكي فأنه ممنوع على الطائرات الأمريكية الإقلاع من السعودية لقصف الحوثيين، أيضا ممنوع استخدام القواعد أو المنشآت العسكرية الأمريكية المتواجدة في السعودية في إطار الحملة العسكرية ضد الحوثي. لذلك الولايات المتحدة تبحث عن موقع آخر لاعتراض الخطر أو لاحتواء الخطر، وهو أن يحاول الحوثيون استهداف قواعد أمريكية أو سفن بحرية أمريكية، ولذلك تم تعزيز كما قال لي المسؤول الدفاعي تم تعزيز الإجراءات الدفاعية الصاروخية في جزيرة سقطرى، وكون موقعها استراتيجي بحت، وهو طبعا يسهل ويساهم بشكل مباشر في العمليات التي تحصل لإضعاف والقضاء على جماعة الحوثي ووقف تهديدها للملاحة البحرية في منطقتي خليج عدن والبحر الأحمر. مراسلنا جو تابت من واشنطن، شكرا لك.